هي السنة كانت سنة استثنائية بشكل عام. كان قضيناها تقريبا ثلاث ارباع بالبيت. لا ما بعمرنا قضينا ثلاث ارباع السنة بالبيت يعني تقريبا. عرفت؟ وجائحة كورونا أثرت كتير على نفسية الناس، خاصة أنه الناس اختلطت عند المشاعر بين الحذر والخوف وبنفس الوقت الاكتئاب، وبنفس الوقت أنه بطلت تشوف أحبابها، بطلوا يتواصلوا مع بعض بشكل دائم مثل زمان. مش بس هيك، صار عندها وسواس المرض، وسواس المرض، الفرحة بطلت فرحة. يعني في سمعنا كتير في عنا ناس تزوجوا هاي السنة على السكيتي، خطبوا على السكيتي، تخرجوا ما فرحوا مثلا بحفلات تخرج، أعياد ميلادهم كانت مقتصرة بس على أفراد العيلة. هذا الشيء كله مع الوقت بيأثر على الصحة النفسية. يعني بيأثر عليك أنت كشخص، بيأثر على نفسيتك، بيأثر على أقبالك للحياة. شو أثر عليك يلا على نفسيتك؟ هلا الحمد لله أنه أنا ما كان عندي أي مناسبة هي السنة. بس كرمال المناسبات. هلا شو بك المناسبات؟ الحجر حلوة. البيت يعني القعدة بالبيت. الحجر كمان. الحجر المنزلي أثر لفترة من الفترات، ولكن أنا من الناس اللي بتعود بسرعة على أي تغيير بيطرق على حياتي. كان له آثار سلبية وكان له آثار إيجابية.